إذا الكرة الآن ستكون من الركنية ومحاولة والهدف الهدف هدف لصالح فريق الجيش الملكي هدف لصالح فريق الجيش الملكي جاء بالتوقيت قلت بأنه الآن فريق الجيش الملكي تحركت خلال هذا الدقائق وفريق الجيش الملكي يسجل نتابع الآن شاكر عبد الرحيم كيرفع الكرة وبدون حراسة لصيقة لاعب فريق الجيش الملكي يعني ما إذا نعتقد بأنه عزيم أنس هو الذي سجل بالفعل عزيم أنس هو الذي سجل هذا الهدف.